وحيده وحيده زي هانم يا الرجاله عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن. ما حصلش، ما كنتش واخده بالي. عيني انا؟ ده ما حدش قالها لي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيع الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي شاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته. ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي حس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجه، لا اله الا الله، انا اتشددت ليكي من اول ما دخلت باب الفيلا. عارفه وانت بتاخدي حقنه الانسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك، ولا وانت بتاخدي دواء الضغط ضغط انا اللي علي احساسا بيكي، ولا دواء الحموضه وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه ايه؟ ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا. انا مش شايف حد غيرك. طب ومهجه؟ مهجه ممكن مين؟ ممكن مين؟ مالك يا ولادي؟ قول لي بقى ايه رايك في القصر؟ عجبك؟ عجبني، ودي عايزه كلام. وعجبتني صاحبه القصر. امال ايه؟ انا كنت فاكرك ملاك ملاك اتاري حبك هلاك هلاك. عطيات، انت بتعمل ايه يا راجل؟ انت بعمل لها تنفس صناعي، اصل كنت بلعب سدوك انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده؟ ده بيت محترم. بقول لك ايه، اتكلمي في النص اللي يخصك. النص اللي يخصني انا اعمل فيه اللي انا عايزه، وبعدين انا مش هبيع بقى. عايزه تبيع انت احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وقطعيته خطيبتي. مش كده قطعيته؟ قطعيته وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد، دي حياتي الخاصة وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعة يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل عليه. انا مش شايف اي خلاف بينكم، انتوا تقريبا متفقين. متفقين على ايه؟ على الدمج. على ايه؟ انتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا اكبر قوة اقتصادية في البلد كلها، ولا ايه يا نبيبي؟ ها ها. HMAA Group.